قمر، أميرة قالت لي إنك حد لطيف جدا. نعم؟ أميرة قالت لي إنك حد لذيذ بس. والله مش كنت لطيف من شوية؟ يا سيدي لذيذ لطيفة يا كلها حلويات. يا يا عمر. ده أنت بصراحة حد بطيء، بطيء جدا، ما تنجز بقى يا عم وتتجوزها. في إيه كل ده؟ عمر يا بطيء. عمر ما ينفعش كده بجد، ما ينفعش حد يعمل في حد كده أول مرة يشوفه. تقيل تقيل يعني تقيل قوي، وبعدين أنت عارفة أنا ما بحبش كلمة حد دي. معلش يا حبيبي معلش، عشان خاطري هو ما يعرفش أشعرفه. خليك لطيف معايا والنبي. أهو لا ألطف يا عمر عشان خاطري. لا اضحك اضحك في وشه. ألطف يا عمر. إيه بقى؟ بصوا لك من بقه. خلاص رودي معلش انا اسف، واضح ان انت قعدتي على ايدي من غير ما تاخدي بالك يعني. سوري يا عمر. ولا يهمك ولا سوري. انت متاكده ما كنتش واخده بالك؟ لا ما كنتش واخده بالي والله. والله ازاي يعني، ده الساعه اتشفطت يعني. ساعه ايه؟ الساعه، انا كنت لابس ساعه دلوقتي شوفي كده. لا ما فيش حاجه. مفيش حاجه ازاي بقى، انا كنت لابس ساعه. لا افتكر كويس. اطلعي اطلعي بالساعه بقى، بطلي حركات. بس يا عمر بابا. رودي اطلعي بالساعة. عمر عمر ايه؟ عمر ايه؟ ايه؟ الساعة فين؟ خلاص ما تكسفش البنت خلاص. الساعة بس يا عمر بس. ادي اللي بناخده من صاحباتك، دخل عليك الموضوع ان هي ما لقتش الساعة وبتاع. والله كنت لابس ساعة، الساعة بتاعتي الكبيرة ما انت عارفاها. ساعة يعني مش هينة يعني، دي منبه. بس يا عمر حرام عليك، كسفت البنت النهاردة قدام الناس. كسفت البنت؟ أنا أساسا لو كنت سبت إيدي شوية كان زماني طلعت من غير دراعي. امشي تبطل قلق. والله ايه تحب انزل اجيب لك نمره تليفونها؟ طالما الاباجوره اللي جنبك مش ماليه عينك. تكلمين انا؟ ما تستعبطش يا عمر، بكلمك انت. سلمى انا ما بستعبطش وما بصيتش لحد. لا بتستعبط وبصيت لها وانا شفتك. هتفضلي طول عمرك كده، اي لحظه حلوه بتعدي علينا لازم تقفليها بنكهه.